مساءكم خير. واحنا في يوم الجمعة بنحاول قد ما نقدر انه نبقى بنلخص احداث الاسبوع، لكن الحقيقة انه الاسابيع والايام حافلة جدا بكثير من الموضوعات اللي لا يمكن تلخيصها ابدا في حلقة واحدة. لكن اذا كان في عنوان للاسبوع والاسبوع اللي فات والشهر اللي قبله والشهر اللي فات، واعتقد نصف الاخير من 2022 عنوان وحيد وينفع يكون عنوان عام يجب ان يكون في مقدمة العناوين، فهو وضع اقتصادي عالمي متأزم. يعني بنختتم حتى النشرة النهاردة مع زملائي وإحنا بنتكلم عن الاقتصاد الأمريكي، وواحدة من على رأس العناوين تحديات حقيقية بتواجه الاقتصاد الأمريكي اللي إحنا بطبيعة الحال بنعرف إنه أحد أهم وأكبر وأضخم الاقتصادات في العالم. فإذا تحدثنا عن اقتصاد متأزم فإحنا لازم كل مرة نفكر نفسنا أنه الاقتصاد المتأزم ده لما بيتأزم في العالم كله، في الحالة دي أو دي الحالة الوحيدة اللي ما ينفعش أقول ما أنا مالي، أي حاجة في الأخبار ينفع تقول عليها وأنا مالي أو ما يشغلنيش، إذا كنت أنت شخص مش حب قوي تدخل في التفاصيل. إلا الاقتصاد، الاقتصاد يخصك ويخصنا، يخص حياتك اليومية، يخص بيتك، ويخص مستلزمات الدراسة القادمة عليك، ويخص احتياجات السوبر ماركت. فعلينا أن ننتبه لشوية حاجات أعتقد أنها واقع جديد كل الأسر المصرية، كل الطبقات بتعاني منه ومنتبهة إليه. معرفش ليه ما بنتكلمش عنه كتير، بس هو مهم جدا أنه إذا كان في وضع اقتصادي عالمي جديد فبطبيعة الحال هيبقى لازم في مرونة كده في التعامل، هيبقى في طرق جديدة للإنفاق، هنبقى محتاجين ندور ونفكر في طرق جديدة كمان ومصادر جديدة للدخل، وهنبقى محتاجين نكون مستعدين وبقدر كبير من المرونة. وهنا مش بقول بس البيوت، لأن البيوت مضغوطة بشكل كافي، لكن كمان الأداء الرسمي والحكومي هيبقى لازم طول الوقت يكون على قدر من الاستعداد، لأنه هو جزء من مواجهة الوضع الاقتصادي العالمي الجديد اللي كلنا بنمر بيه. فيش أي ميزة أننا نقول لا ما فيش مشاكل، لا في مشاكل طبعا في العالم كله، وبطبيعة الحال إحنا مهم جدا نتشارك بأنه هذه المشاكل هي تحت السيطرة. أنا عجبتني جملة فعلا في خطاب المتحدث عن الاقتصاد الأمريكي، أنا أسفة أنه ناسي اسمه، لكن هو كان بيتكلم أنه إزاي نساعد في أنه نحافظ على ثبات الأسعار عشان نضمن أن الأمور تبقى تحت السيطرة، ودي واحدة من تحديات الدولة المصرية بالمناسبة. في تحدي تاني أنه مش بس نحاول نحافظ على ثبات الأسعار، لكن كمان نحاول نحافظ على توافر كل المنتجات، وده اللي هتشوفوه بيحصل طول الوقت، أنه أهم حاجة الدولة بتحاول تعلن عنها وبتحاول تأكدها وترسخها وتطمن الناس عليها أنه الاحتياجات الأساسية موجودة. مثلا العام الدراسي الجديد بيقترب، فنتكلم عن مبادرة كلنا واحد وعودتها وأسعار وتخفيضات. الدولة بتدخل في قلب الاحتياجات اليومية الأساسية، وبطبيعة الحال احتياجات أساسية في كل القطاعات، وعلى رأسها هيفضل طول الوقت الصحة والتعليم، الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن. تبعا لبقى لكل التفاصيل الكتير دي، حصلت إشاعات الفترة اللي فاتت حول أنه في نقص في الأدوية. بالمناسبة نقص الأدوية هو جزء من سلاسل الإمداد والأزمة العالمية الكبرى، لكن حصلت إشاعة أنه في نقص واضح في المستشفيات الحكومية، وبدورها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خرج ووضح الحقيقة. دور الدولة هنا مهم، أنه نكون موجودين، نكون حاضرين، نكون بنوضح للناس الوضع على حقيقته. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد بشأن نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي شددت وطمنت الناس أنه في توافر لكافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي، وأنه المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن بكافة المستشفيات، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج. عنوان مهم ممكن ياخدنا لتفاصيل أكثر أهمية، وأعتقد أنه اللي فينا مهتم ومتابع لازم يدرك حجم التحدي الهائل، أنه في ظل أزمة إمداد عالمية
احنا الحقيقه ان كل الاجراءات اللي يمكن بتبقى فيها تقييد شويه على التصدير عفوا على الاستيراد وعلى المستوردين، واللي بعض القطاعات متاثره بيها بطبيعه الحال، اصلا معموله عشان نحط اولويه للادويه، نحط ادويه للاحتياجات الاساسيه، نحط ادويه للمستلزمات الضروريه اللي لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي ده تصريح مهم جدا جدا يطمن. في نفس السياق بقى وفي سياق الطب والعلم، دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أعلن عن استخدام الرابط الجراحي بوحدة علاج القصور الكلوي وجراحة الطب في كلية القصر العيني لبدء استخدامه في جراحات متقدمة بدعم من البنك المركزي. طبعا مستشفيات القصر العيني جراحتها بالمجان، ورابط الجراحي ده ثورة في عالم الجراحات العالمية، قيمته تقدر بحوالي 45 مليون جنيه مصري. ليه مهم يكون موجود وليه مهم يكون موجود في القصر العيني، القلعة الأهم لتقديم الخدمات الطبية عالية المستوى وأيضا بالمجان لكل المصريين؟ دي أسئلة نتشارك بيها مع دكتور حسام صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة. دكتور حسام مساء الخير على حضرتك. أستاذة دينا مساء النور. يعني واحنا بنشوف الرابط الجراحي والمتابع الطب وتطور الطب يعرف انه هو ثورة في عالم الجراحات الدقيقة او المعقدة. احكي لنا اهمية وجوده في مستشفيات القصر العيني، الاجراءات اللي بدأت ثم وصلنا الى انه موجود بالفعل وممكن يساعد ازاي سواء في البحث في الدراسة او في اجراء الجراحات. خليني أقول لحضرتك حاجة بسيطة في الأول، إن المنظومات الصحية في العالم كلها كان المتعارف دائما أبدا إنها بتتطور كل 10 أو 15 سنة. طبعا حضرتك ده اتغير في الأعوام السابقة، لأن في حاجة اسمها الثورة الصناعية الرابعة، وهي بتدخل في كل حاجة في الدنيا حتى في المجال الطبي، وبالتالي سرعة التقدم الطبي بقت هائلة. فتبنت جامعة القاهرة سياسة مهمة هي التحول لجامعات الجيل الرابع، ودي بتعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتدريب. وطبعا حضرتك عارفة ان قصر عيني هو اقدم مدرسة واعرقها من قرنين من الزمن، وكانت دايما ليها ريادة، وفي وقت ظهرت مدرسة الطب الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا ما كانش في مدارس طب تانية، ومن غيرتنا ومن مسؤوليتنا في بلدنا ان احنا لازم نرجع ويبقى لنا ريادة، فإحنا مسؤولين عن تدريب الأطباء وتخريجهم بأفضل وأحدث التقنيات اللي هي هيبقى ليها أثر للمريض والمواطن المصري الطبيعي. الروبوت الجراحي مستو إن هو بيعمل عمليات دقيقة ومعقدة، هي ما بي هو مش الروبوت هو اللي بيعملها، هو اللي بيتحكم فيه هو الجراح، ولكن حضرتك عارفة الإمكانيات البشرية بتعملي عملية دقيقة وعميقة في جرح صغير، محتاجين عدسات مكبرة كاميرات ثلاثية الأبعاد، فدي بتوفرها فبتخليكي تعملي العمليات الدقيقة والصغيرة دي. احنا عاوزين أمثلة يا دكتور. لأنه فعلا في السنوات الأربعة أو خمسة الأخارة ممكن كنا نسمع الفكرة دي إنه الجراحة دي تحتاج تتعمل روبوتك أو بالروبوتس، فبالتالي فلان سافر يعملها في مستشفى واحدة في أمريكا بتعمل، الموضوع كان مش موجود ومش متاح. ايه انواع الجراحات اللي ممكن نقول النهارده نقدر نعملها لان عندنا رابط ممكن يساعد في مثل هذه الجراحات؟ هو طبعا من اشهر الجراحات اللي بنستفيد منها من روبوت، ونتائجها بتختلف كثيرا عن الجراحات التقليديه، هي جراحات الاورام، ودي ميزتها ان بتخلي فتره التعافي اسرع وفقدان الدم اثناء العمليه الجراحيه ابسط بكتير، وبتقلل وقت بقاء المريض في المستشفى، وده ليه تأثير أساسي في جودة أداء المستشفيات. طبعا دايما لما نقيس أداء المستشفى بنشوف متوسط إقامة المرضى بالمستشفيات، كل ما كان أقل كل معناه إن الإجراءات الطبية كانت سريعة وجيدة وذات جودة عالية. يعني يا دكتور حضرتك كأنك بتقول لنا إن وقت التعافي الطويل ده نصه هو تعافي من الجرح اللي ما بعد العمليه، فتقليل حجم الجرح ودقه العمليه يسهل في دوره خروج المريض وتعافيه بسرعه، مظبوط كده؟ بالظبط، وبيقدر يمارس كمان حياته بشكل افضل واسرع، ما بيبقاش في الم بعد الجراحه. حضرتك تخيلي احنا الجراحات كتير قوي بيتقال المرضى ما تتحركوش والمريض بيقول انا عندي شد والم في الجرح، الكلام ده ما بيبقاش موجود بعد هذه العمليات الجراحيه، ولكن الاهم
هو ان العمليات الاورام بالذات حضرتك وكل الناس عارفين ان هي عمليات صعبه، الروبوت خلى العمليات دي ابسط واسهل فنتائجها بقت احسن. عشان كده دايما ابدا بنقول ان هو انجح وافضل عن الجراحات التقليديه فيما يخص جراحات الاورام. طيب دكتور حسام، ان احنا في الفتره اللي فاتت دي احنا بقى لنا 3 أسابيع شغالين على الروبوت، عملنا حوالي 14 عمليه جراحيه. ايوه، لحقتوا تتدربوا بقى امتى؟ وده السؤال. تدريب الاطباء، انا عارفه ان في اساتذه كتير في مصر مدربين وفي يعني تبادل خبرات حاصل بقاله سنين في هذا المجال، وفي اساتذه كتير اساتذه في هذا المجال، لكن تدريب الاطباء والاجيال الجديده هيحصل ازاي او ايه خطه تطبيقه؟ هو حضرتك طبعا عشان الاستاذ اعضاء التدريس يشتغلوا على الروبوت كان لازم يتدربوا، يعني احنا مش جبنا جهاز بس واشتغلنا عليه، احنا فعلا في طاقم من اعضاء التدريس سافر خارج البلاد وتدرب على الاجراء ده. هو الاجراء ده احنا الاطباء بياخدوا التقنيات اللي هم تعلموها في فترات تدريبهم داخل مستشفيات جامعه القاهره اللي هي جراحات المناظير والجراحات الاعتياديه، وبيطلع بقى يتدرب على الروبوت كجهاز، لان هو جهاز بيرفع مهاراته بيسهل له الحركه داخل الجرح وداخل اثناء العمليه، فهو فعلا احنا دربناه. انا عايز اقول لحضرتك كمان بشرة ثانيه، احنا مش بس هنعمل عمليات جراحيه الروبوت ولمرضى الاورام، احنا ان شاء الله في الفتره القريبه هنتحول لمركز لتدريب الاطباء في الشرق الاوسط وافريقيا على جراحات الاورام فيما يخص المسالك البوليه. وده هل معناه انه في اعداد اكبر من رابط الجراحي هتوصل مصر ويبقى في اتاحه اكتر عشان نبقى مركز للتدريب؟ احنا بنتكلم عن الجراحات المسالك، احنا طبعا هنتوسع للجراحات العامه في المستقبل القريب، يعني لان احنا كان المستهدف بتاعنا ان احنا نشتغل على تخصصين مهمين هم جراحه المسالك والجراحات العامه. قدرنا ان احنا نوفر جهاز روبوت، وحضرتك شايفه التكلفه قد ايه، ومشكورا البنك المركزي المصري تبرع علينا مشكورا بالجهاز، تكلفته 45 مليون جنيه زي ما حضرتك ذكرتي. فاحنا في الوقت الحالي احنا هنتحول لمركز متخصص لتدريب على جراحات المسالك باستخدام الروبوت في المنطقة إن شاء الله، مش في الجمهورية مصر العربية بس. وده متوقع، وده اللي كان دائما ونتمنى إنه يستمر في ريادة مستشفيات جامعة القاهرة وتحديدا المستشفيات الجامعية في جودة الخدمة الطبية المقدمة. دكتور حسام صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، بذكر بقى الاستخدامات التكنولوجية والتطور الطبي اللي حاصل في الصروح المصرية، إحنا ما عندناش شك في إنه احنا قد ما بنفرح قد ما عندنا غيره حقيقيه انه يفضل ده موجود وانه نحافظ على هذا المستوى، مش فكره ادخال الرابط لكن مستوى الطبيب المصري، سمعه الطبيب المصري العالميه، دي حاجه نتمنى طول الوقت اننا نفضل في الرياده فيها ونحافظ عليها. دكتور منال المصري عميد كليه طب القصر العيني، اعتقد هي ممكن كمان تقول لنا وتساعدنا بتفاصيل اكتر عن هذا التحدي الجديد او هذا الامل الجديد في تحسين جوده الجراحات، وازاي كمان يعني اتمنى يا دكتور كمان تجاوبيني على الحفاظ على جوده الخدمه الطبيه ومستوى الاطباء المحترم اللي احنا بنفتخر بيه. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. مساء الخير على حضراتكم. اولا انا بهني الشعب المصري وجامعه القاهره، وبشكر جهود الدكتور محمد الخشت المتقوبه، لأن التطور المستمر للمنظومة الطبية في مستشفيات جامعة القاهرة، بهني مستشفيات جامعة القاهرة للبدء في أحدث التقنيات الحديثة في الجراحات الروبوت الجراحي. حضرتك بتقولي مستوى الطبيب المصري، أنا بحب أطمن حضراتكم على مستوى الطبيب المصري في التدريب والتعليم المستمر. طبعا. هذه أعزز التقنيات الموجودة الحديثة دي، تم تدريب أعضاء التدريس، التدريب لا يقف عند سن معين، التدريب مستمر من أول الطبيب ما بيدخل كلية الطب حتى تنتهي به الحياة، التدريب مستمر، والتقنيات الحديثة في تزايد مستمر وتواصل مستمر وتسارع مستمر. تحرص المؤسسة الطبية بجامعة القاهرة من خلال جامعة القاهرة ادخال احدث النظم الحديثه للتدريب، سواء كانت روبوت الحديث، قبلها كان المنظار الجراحي، قبلها كانت غرف المشاهده، كل دي كانت مراحل من خلالها الطبيب يتدرب.
عشان كده انا بطمن. وده تخصص بعينه طبعا، ده تخصص الجراحه، لكن في كل التخصصات ده بيحصل بالتاكيد. بالتاكيد عندنا معامل محاكاه سيموليشن لاب في مختلف التخصصات على احدث المستوى، معامل مهارات طبيه للطلبه، مجمع مهارات طبيه حديثه يقدر الطالب يتعلم عليها قبل ما يمارس المهنه الطبيه على المرضى. أنا بشكر حضرتك وببارك لحضرتك على خطوة جديدة. أنا مدركة تماما مدى السرعة في التطور في الطب، وإنه تلحق بهذا الركب وإنك تكون جزء منه، جزء مؤثر، وفعلا دي مش حاجة، مش مسؤولية سهلة. فبنثمن دور حضراتكم. دكتورة منال المصري عميد كلية الطب القصر العيني، بشكرك شكرا جزيلا. لما بنتكلم عن الطب ونفرح بأي منجز بيحصل في واحدة من المستشفيات العريقة في مصر، لازم نفضل نفكر نفسنا كده إنه في محاولتنا لدعم تقديم خدمة طبية جيدة، كل واحد فينا طبعا نفسه ياخد خدمة طبية جيدة جدا وبأفضل مستوى وبأقل تكاليف، لازم نعرف كمان إنه احترامنا للطبيب المصري هو جزء من الحفاظ على هذه المنظومة، وأنه احترامنا لقيمة الطبيب المصري جزء من الحفاظ، وأنه أي محاولة لشخص ما، يعني بدون بقى يعني وضع تسميات، لأنه يقلل أو يدخل لدكتور في مستشفى حكومي أو جامعي ويعتدي عليه، والحوادث الفردية اللي بنشوفها كتير دي هي يمكن تكون أحد العوامل اللي بتخلي الدكاترة يمكن يتعبوا، يمكن نخسر أفضل ما فينا وأفضل مهارات. عشان كده بصراحة لما بنسمع عن تدريب وتمكين ومستشفيات الجامعية قد إيه محافظة على مستواها الطبي والأكاديمي، بنبقى نفسنا نعتذر لكل الأطباء عن كتير من الممارسات اللي فيها عدم تقدير ليهم، لكن لازم يفضل في مساحة كده من التقدير على طول الخط والاحترام للطب في مصر. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التسعة. مساءكم خير. في ظل التحديات الكتيرة، لكن ما زالت المشروعات ذات الأهمية والأولوية القصوى بتشتغل بسرعة غير مسبوقة، نقدر نقول أنها بتسبق الجداول الزمنية ليها في بعض الأحيان. وزارة الإسكان مثلا، وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار أكد أنه جاري تنفيذ 2040 وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في مدينة 6 أكتوبر. متوسط نسبة تنفيذ العمارات لحد دلوقتي وصل إلى حوالي 60%. المساحات مختلفة ومتنوعة ووجود جميع الخدمات. إحنا هنا عندنا السؤال المهم بقى، إنه الوحدات السكنية وطريقة استلامها وطريقة حصول المواطنين عليها، كل مرة لازم نسأل الأسئلة دي، لأنه ما بتخلصش الأسئلة عن تحديداً الوحدات السكنية اللي بتطرحها الدولة لأسباب كتير، لأسباب إنه تحسن كبير جدا في مستواها، لأنها بتستوعب تعاملات مالية أبسط وأكثر يسرا يعني على الشباب. فعندنا أسئلة الحقيقة كثير عن كل مرة نسمع فيها عن وحدات سكنية بتطرحها الدولة. مهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر معانا على تليفون، ومساء الخير على حضرتك أستاذ عادل. مهندس عادل، مساء النور يا فندم على حضرتك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. أولا هسأل حضرتك عن النسبة، فكرة إتمام 60% من عدد الوحدات، كل مشروع ليه جدول زمني، فقول لنا حضرتك الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ الوحدات دي ايه ان شاء الله، ومفترض انه يتم الحجز فيها وبدء تسليمها امتى؟ احنا الوحدات ديت زي ما حضرتك تفضلتي قلتي ضمن المبادره الرئيسيه سكن كل المصريين، وده مشروع قومي في منتهى الاهميه. احنا في مدينه 6 اكتوبر عندنا 85 عماره، 2040 وحده بواقع 24 وحده لكل عماره. تم اختيار الموقع للعمارات بطريقه يعني مميزه، موقع مميز الحقيقه، قرب جدا الطريق الدائري الاوسطي وبجوار اسكان مميز، منطقه اسمها ال 2000 قطعه، في منطقه في مدينه 6 اكتوبر اسمها امتداد التوسعات الشماليه. زي ما حضرتك تفضلتي قلتي ال 60% دي نسبه متوسطه نسبه الانجاز للعمارات. في برنامج زمني للمشروع ان شاء الله هيكتمل كمشروع جاري تنفيذ غير الاسكان، في جاري تنفيذ المرافق، مياه وصرف صحي وري وطرق وكهرباء وإنارة. إن شاء الله بإذن الله النص الأولاني من سنة 2023 هتكون العمارات دي بإذن الله خلصانة وجاهزة للتسليم بإذن الله.
حلو قوي. في النص الثاني من 2023 ان شاء الله. طيب معلش خلينا نفكر الناس برضو، سكن لكل المصريين، ايه اشتراطات الحجز فيها واستلام؟ هي العمارات دي تحديدا هو اللي بيحط الاشتراطات بتبقى يعني قطاعات اخرى غير احنا ناس تنفيذيين. القطاع العقاري في رئاسه هيئه المجتمعات ووزاره الاسكان، بيختلف من اعلان لاخر. لسه العمارات دي لم تحجز. العمارات دي يعني بيختلف من اعلان لاخر، زي الاعلان الاخير مثلا كان في صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كان التمويل العقاري هو الاساس في الاعلان. فمن اعلان لاخر طبعا في خطط للدوله عشان تغطي زي ما هي بتغطي كل المستويات، لان مثلا ده اسكان فوق متوسط. فطالما في شرايح مختلفه للاسكان بيبقى في برضه طرق متعدده عقاريا لطريقه حجز المواطن، والثمن هيتحدد كام، والكلام ده كله لسه سابق الاوان طبعا. طيب يا باشمهندس انا هسالك برضو سؤال اخر من ضمن او من واقع خبرات الناس او الاشاعات اللي احنا بنسمعها او الكلام اللي بيتداول عن الوحدات دي، انها جميله متميزه، المساحات فيها كويسه، سعرها وطريقه الدفع فيها كويسه، لكن بعض الناس تقول طيب انا استلمت والتشطيب كان مش زي ما هو مطروح في المبادره او مش زي ما قلتوا لنا عليه. هل في رقابة ما على مستوى التشطيب وجودة التشطيب بحيث أنه يستلم الشقة ما يبقاش محتاج يعمل فيها مجهود تاني عشان يخليها جاهزة وصالحة للسكن؟ دي يا فندم نقطة مهمة جدا، وكان معالي وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار اجتمع بينا وكان شدد جدا على مستوى التنفيذ. أنا مش بخلص أعداد والتزم ببرامج زمنية بدون جودة أداء وجودة تنفيذ أعمال وتشطيب وخلافه. الجودة مش في التشطيب بس، الجودة في كل شيء من أول الإنشاء. إحنا عندنا مكاتب استشارية متخصصة بتمر دوريا، أنا شخصيا ونوابي ومهندسيني بنمر على المكاتب دي وعلى الشركات وبنراعي جودة التنفيذ، ويعني بنشدد وبكل قوه ان لابد ان احنا نحافظ على الجوده دي، لان دي شركه طبقا للقانون اسند اليها عمل لازم تديني شغل محترم. بالزبط. المواطن لما بيجي يستلم وحدته بنشدد عليه وبناكد ان انت مستلم وحده كامله التشطيب، لو لقيت اي ملحوظه ما تستلمش الوحده. انت ليك ان الملحوظه تتنفذ وتستلم وحدتك بحيث ان انت ما تضيفش عليها اي اضافات تكلفك فلوس تاني فوق ثمن الوحده الاصلي. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، لانه يعني كلام حضرتك ده ممكن يبقى طمانه وايضا نوع من انواع الرقابه على الشركات المنفذه، وفي نفس الوقت حلوه فكره ان المواطن يبقى عارف انه من حقه انه يشتكي وانه يقول لا انا اتفاقي مع الدوله انه الوحده دي تتسلم لي بشكل لائق. اتفاقي وعقدي مع الدولة حتى لو أنا واخد بسعر رخيص وبسعر مدعم، حقي أخد هذه الخدمة بشكل جيد وكامل المواصفات زي ما الدولة نفسها عاوزة. طول الوقت في حد وسيط كده بيوصل لك الخدمة رديئة، إحنا ما ينفعش نوافق وفي نفس الوقت الدولة مش موافقة على الوضع ده بالمناسبة. بشكرك شكرا جزيلا مهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر. يعني بتمنى طول الوقت وإحنا بنطرح ونتكلم عن المشروعات نعرف إنه ما لنا وما علينا، ما لنا أو حقنا عند الدولة، حق أي حد بتنطبق عليه شروط إنه ياخد مثلا شقة في سكن لكل المصريين، إنه ياخد بشكل عادل ومنطقي وما فيهوش أي إجراءات تعقد الموضوع، وفي نفس الوقت حقه كمان انه يستلم هذه الوحده مش عشان انا خدتها اسكان متوسط او اسكان مدعم انها تبقى رديئه. دي بالمناسبه واحده من العقود كده العرفيه اللي جرى العرف الناس تزعل وتستلم مثلا حاجه ناقصه حاجه بسيطه بس منكده عليه ويسكت ما يشتكيش، لكن احنا النهارده بنسال المسؤولين عشان الفكره دي، لا ما تخليش حاجه تنكد عليك، لا احنا محتاجين انك تاخد الخدمه كامله. وهذا هو الوضع في حاجات كتير قوي، خدمات الحكومية، المبادرات الرئاسية، المشروعات القومية اللي بيعلن عنها بجودة ما أو بوضع ما، من فضلك لما تشوف حد حلقة وسيطة موظف بقى مسؤول متوسط المتوسط في الدرجات الوظيفية، أي حد بيقدم لك الخدمة دي اللي العقد بينك وبين الدولة إنها تقدم لك بشكل سليم بيقدمها لك غلط أو وحشة أو ناقصة، من فضلك اتكلم عن ده وارصد حقك ووصل صوتك إنك رافض هذا الوضع. إحنا هنخرج لفاصل قصير وبعدين نرجع نكمل مع حضراتكم في التاسعة. مش المرة الأولى اللي نتكلم مع حضراتكم عن مصري أصيل محترم
في جواه من الخير الطبيعي اللي هو في فطرة الإنسانية. ومش المرة الأولى أننا نتكلم عن شخص يبدو ببساطة كده وللنظرة الأولى أنه وضعه زيه زي كل الناس اقتصادياً، أكيد بيمر بتحديات كتيرة، لكنه اتحط في امتحان كبير يخص الأمانة ويخص أمانة وتسليمها لأصحابها، وينجح ببساطة وبسهولة وبسلاسة ومن غير شعارات. النهاردة بنحكي كمان عن يعني نموذج نفتخر بيه ونحب أننا نعرف حضراتكم بيه، سائق تاكسي في مدينة دمنهور في البحيرة اسمه وائل فرفور. وائل فرفور صوره منتشرة في أماكن كتير وهتلاقي ناس كتير بتتكلم عنه بعد ما عمل بالنسبة له هو بسيط جدا. أنه دي صورة وائل اللي احنا نحب أننا نشوفها ونحبه يشتهر. يعني احنا بقالنا فترة كده بنقول انه السوشيال ميديا قد ما ليها عيوب قد ما ليها مميزات كتير، في ناس بتشتهر وهي مستحقة لهذه الشهرة ولهذا الشكر من الناس. ده دي صورة وائل. وائل ببساطة كده لقى في التاكسي بتاعه شنطة فيها 150 ألف جنيه وفيها أوراق مهمة، غالبا صاحبة الشنطة نسيتها فيها. ببساطة جدا أول ما لقى الحاجات دي داخل السيارة وصل لصاحبتها اللي هي كانت معاه ورجعها لها ببساطة، ورفض كمان ببساطة أنه ياخد أي مكافأة نظير أمانته. إحنا بقى من غير ما نتكلم كتير خلونا نمسي على وائل ونرحب بيه ونقول له منور التاسعة. مساء الخير عليك وائل. مساء النور. هستأذنك بس التلفزيون نوطي صوت وخلينا على طول ندخل في الموضوع، احكي لنا الحكاية. والله بسم الله الرحمن الرحيم، انا وجدت في السياره عندي طبعا كان راكب معايا ناس ووصلتهم، لقيت معايا في السياره اوراق وشنطه. فتحت الشنطه ببص لقيت فيها فلوس مبلغ كبير. وببص على الاوراق لقيتها بتاعت بنتهم مقدمه في كليه في فاروس في اسكندريه. قعدت روحت البيت عادي ما فيش اي حاجه، بنبص بنلف العربيه بتاعتي لقيت الحاجه دي موجوده. طلعت البيت صليت المغرب ورحت نازل على طول، قعدت ادور عليهم في المكان اللي انا نزلتهم فيه. وقعدت بتاع ساعتين كده. ساعتين تدور عليهم انت كمان؟ نشوف لحد ما ربنا اكرمني اللي انا لقيتهم. لقيتهم ازاي بقى؟ ما ده اللي محيرني. كانوا هم نازلين رايحين يعملوا بلاغ، من كلامهم ليا رايحين يعملوا بلاغ، ولفوا في الساعتين اللي هم بين الوقت اللي انا سبتهم ورحت لهم كانوا بيدوروا في التاكسيات والعربيات عليا. فما ملاقوش وجود ليا، فطبعا انا ما كنتش نعرف. لما روحت البيت شفت الحاجه طلعت صليت ورحت نازل، ما رضيتش حتى نقعد في البيت نعرف اي حد. خليتها مع نفسي لحد ما نزلت وقعدت نبحث وندور عليهم. فليا نصيب ربنا سبحانه وتعالى اراد انني نرجع لهم بالامانه دي. ده حلو قوي يا وائل. طب عندي سؤال بس، انت بتقول جملة مهمة جدا، ولا كلمت حد ولا حكيت لحد في البيت ولا سألتهم، ليه عملت كده؟ لان وانا بصلي المغرب زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى قال لي رد الامانة ما تترددش يعني. وطبعا انا لو قلت لاي حد طبيعي ان اي شاب او اي حد صاحبي او في البيت او اي حد هيقول لي لا خلي الفلوس خلي اقفل التليفون قطع الورق. وكل ده انا سمحته بعد ما الناس عرفت وظهرت الموضوع بزياده يعني. ما كنتش حابب لحد يعرف، كنت عاملها بيني وبين ربنا، بس من دعواتي في الصلاه وظروف الصحيه وكده لقيت ربنا اكرمني ان انا لحد كده وصلت يعني دعوات الناس الحلوه ديت. لا انت اتعرفت واللي انت بتقوله ده يخلينا نحترمك اكتر يا وائل. انت مش بتقول شعارات. الحمد لله والله. لا انت حقيقي يعني نموذج مهم جدا، لانه انت مش بتقول شعارات ومش بتقول حاجه، انت بتقول كمان بتشارك بالافكار اللي الناس كلها بتفكر فيها، يعني اكيد جت في بالك. اكيد والله. بس قفلت على نفسك اي مدخل يعني ممكن يخليك لا سمح الله تعمل حاجه ما تغضب ربنا؟ لا والله ما فيش اي حاجه خالص، لاني اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى اكتر من كده. مهما كان الفلوس ومهما كان الدنيا الصحه اهم حاجه، رغم ان انا برضه تعبان وعندي ظروفي ومحتاج برضه جامد ومبالغ وعليا ظروف وفلوس وكده. اكيد اكيد انا بقول كده من قبل ما اكلمك، لان انا متاكد كل الناس عندها التزامات وعندها احتياج مادي. طب عايز اسالك يا وائل، لما الناس خدوا الفلوس حقك ال 10% بتاعتك دي ما خدتهاش ليه؟
ما رضيتش والله، لان لقيت اللي هم كانت في الكلام معاهم يعني قالوا لي كانت فلوس رايحه مثلا يعني ظروف عمليه او رايحين جايين واخدينه وكده، فما رضيتش، قلت لهم مش واخد حاجه، وهم فعلا عرضوا عليا ما رضيتش ناخد حاجه، وانا كنت اساسا محتاج فلوس، لان انا دعيت ربنا ان يا رب بكى عليا محتاج مبلغ لانني محتاج عمليه وعلاج وكده، ما رضيتش قلت لا يمكن عند ربنا يعوضني احسن من كده يعني. انا متاكده انه ده هيحصل يا وائل، ولو انه إن انا ببقى نفسي ان انت كمان تتكافئ على امانتك، وانه اي حد امين يكافئ على امانته. بس احنا شايفين النهارده عوض ربنا في محبه الناس واحترامهم ليك. الحمد لله، واكيد انت هتشوف اكتر واكتر ان شاء الله. كل خير يا رب. الله يخليك. شكرا يا وائل، الف الف شكر. وائل فرفور سائق، نقدر نقول انه نموذج محترم موجود كتير، وما تصدقوش انه مش موجود، وانه الخير موجود كل يوم في تفاصيل ناس عظيمه بنقابلها في كل حته في حياتنا. فوائل واللي زيه هم سبب ستر ربنا علينا في كل حاجه بتحصل. اجمل ما قاله وائل بصراحه مش بس فكره انه شخص امين وانه رجع الامانه، اجمل ما قاله الحته بتاعت لما قلت انا طلعت اصلي وبعدين قلت مش هقول لحد، مع اني جه في بالي كذا وكذا وكذا، اللي هو اقفل الموبايل يا عم، خد الفلوس يا عم، عمرهم ما يوصلوا لك. البني ادم الطبيعي ده اللي مش خارق، اللي بيفكر وبيوسوس في عقله الشيطان، لكنه شخص تقي وبيصلي وبيعرف ربنا وفي نفس الوقت بيعمل حاجه تدل على ده، ده النموذج الطبيعي الحلو العظيم اللي نحب نطمن نفسنا بيه، نقول هم دول الناس الحقيقيه اللي موجود من غير شعارات كتير. شكرا لوائل، وشكرا لالاف من الناس الحلوه اللي زيه، للخير فيهم يا رب دايما طول الوقت. بعد الفاصل هنحكي كمان معاكم عن حاجه جميله جدا ليها دعوه كمان بالمزاج والانبساط والتسليه اللذيذه عند المصريين. فاصل صغير وكده. مساءكم خير. في ناس كتير مننا بتعتقد ان التسليه الاولى لجموع المصريين واللعبه الشعبيه الاولى هي كره القدم، وهو الحقيقي ان ده جزء من الحقيقه، في التشجيع طبعا، لكن الحقيقه بقى ان اللعبه الشعبيه اللي بجد بيمارسها معظم المصريين وبيشجعوها، سواء بقى بشكل مباشر او تشجيع كده من بعيد وهم قاعدين على القهوه، اكيد فهمتوا قصدي، هما لعبتين الأشهر واللي جيل بيسلم جيل فيهم، الدومينو والطاولة. الخبر اللي معانا ده خبر لذيذ جدا لأنه يخص الدومينو والطاولة بس بشكل بقى أكثر رسمية. الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وبالمناسبة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية في حد ذاته خبر جميل أننا نعرف أن في اتحاد لخمس لعبات تانية شعبية برضو، لكن الاتحاد أطلق بطولة الجمهورية الأولى في الدومينو الأمريكاني. البطولة أطلقت فعلا على مدار يومين في مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، والبطولة مؤهلة لبطولة العالم في الدومينو. بطولة العالم موجودة أو مقامة في جمهورية الدومينيكان في شهر أكتوبر اللي جاي. الخبر لذيذ ولطيف بشكل مشجع، لأن عايزين نشوف أبطال جداد بقى في الدومينو. وإحنا بنتكلم عن اتحاد الألعاب الترفيهية، ناس كتير منها ما كانتش تعرفه، أنا شخصيا ما كنتش أعرف، بس لما قرينا وفهمنا كده أنه الاتحاد بيضم خمس ألعاب، هي الدومينو، الطاولة، الكيرف بول. الكيرف بول دي لعبة هولندية كده شبه كرة السلة لكن لذيذة مش مشهورة قوي، والليدو والفود فولي. دي خمس لعبات مهمة جدا موجودة في الاتحاد الدولي للألعاب الترفيه. أول ما بتيجي سيرة الألعاب دي أصلا الواحد بيبتسم، ما عرفش ليه. احنا مبسوطين انه معانا استاذ احمد البكري رئيس الاتحاد او رئيس اتحاد الالعاب الترفيهيه. اهلا بيك استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذه دينا، وانا سعيد بتواجدي على القناه الاولى وتواجدي مع حضرتك. احنا اللي متشرفين، ومتشرفين ان احنا نعرف انه في حاجه او كيان موجود اسمه اتحاد الالعاب الترفيهيه. في البدايه كلمنا عنه بدايته ومجالات اشرافكم على العاب شبه دي، تبدو انها العاب ترفيهيه بتقام بشكل فردي كده في اماكن خاصه يعني، فاحكي لي ازاي بتيجي الزبطه دي والتواجد. هو الاتحاد بدا في شهر ديسمبر 2020 بقرار من دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. كان هدف دكتور اشرف في الاول ان الاتحاد يضم جميع الالعاب اللي بتمارسها كل جميع افراد الاسره،
وسهله، وكمان العاب سهله موجوده منتشره في مصر يعني. الاتحاد ابتدى بالطاوله والدومينو والفوت بولي والكوف بول. ابتدينا الاول ان احنا ابتدينا خاطبنا الاتحادات الدوليه عشان نبتدي ننضم ليها، لان احنا اكتشفنا ان كل الالعاب دي ليها اتحادات دوليه وبتنظم بطولات عالم. قصدنا الاتحاد الدولية وجبنا الرولز بتاعتهم والقوانين، حاولنا نترجمها وقدرنا نترجمها الحمد لله، وكمان حاولنا ان احنا نخليها مبسطه شويه عشان الالعاب دي بتمارس في مصر اصلا. يعني الشعب المصري ليها عادات. وكان الهدف الاول ان احنا نجزء الالعاب زي الطاوله والدومينو، طبعا بتمارس في اجواء غير صحيه. بتمارس في القهوه يعني، ليه اجواء غير صحيه؟ يعني عشان بيبقى في ساعات شيشه، في يعني قصدي شيشه سجاير. فكان هدفنا ان احنا نجذب الناس ان هي تمارسها في الهيئات الشبابيه والرياضيه اللي تبع وزاره. اقول لك بقى خبر حلو يا استاذ احمد، سوري على قطع كلامك. لما الشيشه اتمنعت في الكافيهات، لقيت او لاحظت كده بنظره سريعه انه الدومينو والطاوله رجعوا لمصاف الحاجات اللذيذه اللي الناس بتسلى بيها في القهوه اكتر. بالظبط صح، ده فعلا. انت عايز الناس تمارسهم في بيئه امنه يعني من غير تدخين يعني. بالظبط كده. حلو. بالظبط. فاحنا اطلقنا الاول بطوله، عملنا بطوله طاوله كانت في البحيره. شارك فيها حوالي 64. دي كانت بطوله تنشيطيه. وبعد كده عملنا بطوله الضمن اللي هي اللي فاتت دي، كانت في مركز التنميه الشبابيه. حضر فيها حوالي 120 لعيب. هي الميزه كمان في الالعاب دي ان انت ممكن تمارسها كذوي الهمم، كاسوياء، كرجال، كسيدات. وعملنا قبليها برضه في رمضان كنا عاملين سلسله بطولات في نادي النادي اللي تبع وزاره الشباب والرياضه. وكان منها بطوله فوت بولي. الفوت بولي كان فيها قصاف قامه وسم وبكم، وكان فيها ميكس. لا انا عايز اسالك بس على الدومينو، انه انت عملت بطولات متعدده في مجموعه من المحافظات. بالضبط. هل اللي شارك بقى في البطولات دي ناس هو يعني كل واحد شايف نفسه انه بيلعب ولعيب في اللعبه دي، جه قدر يشارك في البطوله، والتصفيات دي خرجت لنا مين يعني؟ هل عندك دلوقتي حد بطل يقدر يشارك في البطولات الدوليه؟ احنا طبعا عملنا تصفيات الاول، وبعد كده وصل لحد الدور 16 لعيب. عملنا بينهم مباريات تنافسيه. وصل احسن اربعه، وفي احسن ترتبوا من الاول للرابع. الاول كان اسمه محمد طلعت، ده خد اول جمهوريه. حلو قوي. الاربعه دولت احنا هنعمل لهم زي معسكر اعداد لبطوله العالم القادمه في الدومينيكان، واحنا كمان بندعو لرئيس الاتحاد الدولي ان هو هيجي مصر عشان يبتدي يعلمهم على القوانين بتاعت بطوله العالم. حلو قوي، حلو قوي. يعني ده اسفر عن ان احنا خرجنا ناس، الناس دول بقى كانوا بيلعبوا اصلا على سبيل الهوايه اكيد. طبعا كلهم كانوا بيلعبوا على سبيل الهوايه في القهوه، بيلعبوا مع اصحابهم. يعني في اماكن متعدده. دي حاجه لطيفه جدا، واعتقد انك عندك حكايات اكتر. يمكن في مره بقى لازم تنورنا في البرنامج، لانك لازم تقول لنا حكايات تحول الشخص من انه بيعمل حاجه لانبساطه الشخصي ولتسليته الشخصيه لانها تبقى لعبه واحتراف. ده تحول مهم جدا. يا رب. احنا كمان الميزه ان احنا الفتره الجايه دكتور اشرف صبحي وجه ان احنا نبتدي نقرب للناس في الاماكن بتاعتها. فاحنا هنطلق سلسله اسمها تحدي نفسك. حلو. هتكون في المولات وفي الاماكن العامه. الله. هنعمل زي ملاعب متنقله للناس. أيوة. ان انت تخش تشارك وممكن توصل وتبقى بطل مصر وتشارك في بطولات العالم للالعاب دي كلها. طيب بص بقى يا استاذ احمد، بما انك جبت سيره دكتور اشرف صبحي وان احنا نروح المولات الله يخليكوا، خدوا اماكن تحت الكباري. مش احنا شايفين تحت الكباري في انشطه كتير جدا؟ خدوا اماكن بقى واعملوا العاب ترفيهيه وخلوا اللعب الحلوه البسيطه دي تنتشر وتبقى نشاط الناس تروح له. باذن الله ان شاء الله. احنا كمان عندنا بطوله الصحفيين يوم 3/9 مع النقابه. وطبعا يسعدني ان حضرتك تكوني موجوده. دي هتبقى في الطاوله والدومينو والفوت فولي. انا تلاقيني في الفوت فولي. خلاص هاجي معاك. طب خلاص خلاص اوكي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ احمد البكري رئيس اتحاد الالعاب الترفيهيه. قدم يعني يمكن يكون بره الموضوع، لكن قدم بساطنا بحاجه حلوه وعظيمه كده زي مهرجان القلعه، لانه جعل الفن والثقافه والغنى قريب من الناس وبسيط وسهل وفي متناول الناس ورخيص. يعني مش قادره اقول رخيص لانه، بس خليني اقول متاح، لان الفن هيفضل غالي حتى لو كانت التذكره ببلاش. قد ما احنا بننبسط بحاجات شبه الالعاب الغير تقليديه البسيطه اللي مش محتاجه يعني انه حد يصرف كذا او 1000 جنيه في الشهر عشان يودي ابنه تمرين، ولا يدفع كام عشان يشترك لنفسه لاولاده في نادي. اتاحه اللعب
والفن والانبساط في مصر صدقوني هتفرق في الحالة العامة لكل الناس مهما كانت الحالة الاقتصادية، لكن إتاحة نشاطات تانية بيفرق كتير. وبذكر الفن وبذكر البهجة والانبساط، إحنا عندنا خبر عن واحد من الغاليين على قلبنا واللي كانوا أحد صناع البهجة، أصحاب الرصيد الكبير قوي في قلوبنا. كوميديان من نوع خاص جدا جدا، وشخص محبوب أنت هتشوف صورته تقول الراجل ده غالي عليا، لكن إحنا كمان عارفين أنه في محنة صحية، فإحنا بنشارك محبي الفنان عبدالله مشرف. منذ أيام دخل للمستشفى بسبب وعكة صحية وتعرض لجلطتين في ذراعه الأيسر. محتاجين نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الفنان عبدالله مشرف من الأستاذ شريف عبد القادر زوج بنته. مساء الخير أستاذ شريف، وألف سلامة لأستاذ عبدالله. مساء النور على حضرتك، الله يسلم حضرتك. أولا حضرتك وصل السلام والأمانة للراجل الغالي علينا كلنا الفنان عبدالله مشرف، إنه يعني في آلاف بيتمنوا له السلامة والصحة. هو فعلا، هو بس أنا مش متواجد معاه، هو فعلا دلوقتي فتح التلفزيون وسمع حضرتك وسمعنا يعني. طيب يعني وصلوا السلام والمحبة، أنا بشكرك. ده وصلوا على الهواء دلوقتي. أنا بشكرك. أستاذ شريف طمنا عليه وطمنا على صحته وأخبار التعافي إيه؟ والله يعني الحمد لله نحمد ربنا. هو طبعا بقاله فتره كان بيشتكي من كتفه ومن الخلف. فاحنا طبعا بعت المصريين فاكرين اللي هو دور يعني برد مثلا من مروحه من التكييف وكده اهوت، وكان بيدهنوا اي حاجه للبرد ولا حاجه وكده اهوت، لحد لما فوجئنا في يوم اللي هو يعني ايديه كف ايده الشمال دوت بيزرق وكده اهوت، ودراعه ساقع وابيض. حتى هو نفسه بقول له في حاجه، يقول لي لا ده هو ما فيش، ده بينمل بس شويه وخلاص. فطبعا الموضوع كلنا ما ريحناش كلنا، فاتصلت بالدكتور صديق لي يعني، فقال لي لا طبعا حاجه زي كده ما تسكتش عليها. فاتصلت رحنا على طول المستشفى، عملوا الاجراءات طبعا وعملوا دوبلر على كتفه، لقوا فعلا في الشريان الاساسي اللي مغذي الدراع الشمال دوت في انسداد، وعمل اشعه بالصبغه فوجدوا فعلا فيها جلطتين صغيرين، واحده صغيره وواحده كبيره. فطبعا حجزوه في المستشفى وعلى طول الدكاتره قاموا بالعلاج الفوري. أيوة. عشان طبعا ومتابعينه يعني قعد حوالي 3 ايام في الرعايه. الحمد لله. والحمد لله لحد ما تعافى شويه، وبعد كده قعد 3 ايام برضك في الاوضه كمتابعه لحالته الصحيه العامه كلها يعني على بعضيها، ومتابعه لل انت عارف حضرتك موضوع الجلطات دوت طبعا، عشان بالظبط ما يتابعوا عشان يطمنوا انه ما فيش اي جلطات اخرى وانه تمت السيطره على الوضع. بالظبط. وهو الحمد لله دلوقتي تمام يعني، بس طبعا الدكاتره مانعين عنده اي انفعال اي حركه زياده، واحنا متابعينهم على طول بالتليفون يعني، على طول لو في اي تطورات بكلمهم في التليفون. فبيقولوا لي زود الدواء قلل الدواء وهكذا، ماشيين معاهم يعني بالتليفون. لكن على الاقل الحاله تحت السيطره وهو بخير. الحمد لله تحت السيطره وهو زي الفل، وبيطمن جمهوره وبيطمن الناس كلها وبيشكر الناس كلها اللي سالت عليه طبعا. الاف الناس سالت عليه. وطبعا هو بيشكر جدا جدا الدكتور اشرف زكي ومدام نهال عنبر، بصراحه من اول يوم ما سابونيش سواء تليفونيا او بالحضور لحد لما اطمنوا عليه ولحد لما روح البيت. وهو دلوقتي في حاله الحمد لله بيتحسن يعني، يمكن وصلنا بنسبه 80%. وهو الحمد لله يعني زي الفل دلوقتي. انا بشكرك استاذ شريف. مش عايزين يعني، هو الدكاتره طبعا مش عايزينه يتحرك كتير ولا ينزل ولا يروح ولا ينفعل ولا كده اهوت. لا لا، هو يتحرك وينزل بالسلامه كده بعد ما يبقى زي الفل، ويجي ينورنا هنا في البرنامج ونحتفل بيه، بس ونحتفل بسلامته. الله يسلمك ان شاء الله. لا ياخد كل وقته وان شاء الله يبقى بالف خير وصحه. وتاني بنقول له بنحبك يا راجل يا طيب يا عظيم يا فنان الفنان عبد الله مشرف، بالف خير. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف عبد القادر زوج ابنه الفنان عبد الله مشرف. قبل ما نروح لفاصل قصير هشارك حضراتكم بعنوان الفقره القادمه. احنا طول الوقت عندنا السؤال الكبير الاقتصادي، بدأنا بيه الحلقة وهنختم بيه الحلقة، قرارات البنك المركزي، سياسات البنك المركزي، وبعد تغييرات كبيرة على مستوى يعني إداري في البنك المركزي، بالتأكيد هناك سياسات مصرفية جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، كان أولها ما بدأ عن الحد الأدنى للسحب والإيداع، وتغييرات بسيطة كده هتحصل، لكن بالتأكيد في تغييرات متتالية لاستيعاب الأزمة الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت.
متشرفين جدا ومبسوطين ان معانا بعد الفاصل دكتور احمد شوقي الخبير الاقتصادي، هيشرفنا في التاسعة. مساءكم خير، سعداء بانه مشرفنا النهارده دكتور احمد شوقي الخبير الاقتصادي، وزي ما قلنا قبل الفاصل الحديث عن قرارات وسياسات البنك المصرفي وسياسات المصرفيه بشكل عام، وازاي ممكن دي تبقى خطوه لاستيعاب ازمه اقتصاديه عالميه بطبيعه الحال موجوده. مساء الخير لحضرتك اولا، وشكرا لانك نورتنا النهارده. شرفنا. اول حاجه نقدر نقول من بشاير تغير السياسات المصرفيه هو انه مثلا اصدار الاستاذ حسن عبد الله القائم باعمال محافظ البنك المركزي قرار بتغيير بقى الحد الادنى للسحب 50,000 جنيه للناس ما كانتش تقدر تسحب وتودع الا بمبالغ محدده. اولا ده ممكن احنا نفهمه انه انفراجه في التعاملات البنكيه، موظفين البنوك يرتاحوا شويه، لكن هل ليه معنى اقتصادي اخر؟ هو ليه معنى اقتصادي طبعا. الفكره كلها ان احنا ساعه ازمه كوفيد 19 كان الفكره كلها ان في حاله من الضغوط، الفكره قللنا المسحوبات النقديه عشان الناس تبتدي تتوجه للتعامل غير النقدي، وكان ده اجراء احترازي قام به البنك المركزي المصري. ومع انخفاض تداعيات الازمه بشكل تدريجي ابتدى خلاص مش لازم يبقى في ضغط على المسحوبات. احنا بدل كنا 50,000 نخليها 150,000، لان ما قبل ذلك كان بيتم بشكل استثنائي. فعشان نقلل حجم الاستثناءات اللي بتتم للعملاء فخلاص احنا نخليها 150,000، والواضح كمان ان احنا مش فتحناها قوي، لا هي 150,000. الجميل اكتر في الموضوع ان هو فتح حجم الايداعات على ماكينات الصراف الالي، لان طبعا كان اي حد بيروح يودع جوه ماكينات الصراف الالي كان ماكسيمم الليميت بتاعه 20,000. دلوقتي بقى المبلغ مفتوح، وده في ميزه كبيره جدا. الميزه كبيره ان اي عميل بيتعامل مع القطاع المصرفي معاه كاش، هو كان ممكن يكون عنده شويه قلق، طب ما انا هحط الفلوس هسحب 50,000، لا يا سيدي معاك لغايه 150,000 اهو، ففتحت لك الروم شويه. ده بفضل ان الازمه ابتدت ايه تقل شويه التداعيات بتاعت كورونا، بلس ان احنا دلوقتي في مشكله بتقابل بعض المتعاملين. انا لو جيت اودعت شيك مثلا بمبلغ 100,000، فبالتالي انا لما هاجي اسحب منه هسحب 50 وال 50 الثانيه اللي حاطه في حسابي وابتدي اسحبهم، لا خلاص ابتديت تقدر تاخد لغايه 150. طيب على الجانب الاخر حجم الايداعات، احنا لو بصينا مثلا لوداع القطاع المصرفي بنتكلم في حوالي 7 تريليون. عندنا في جزء اللي هو ما يتعلق بالقطاع الخاص، قطاع الاعمال الخاص، بنتكلم في حوالي 950 مليار. انا شايف ان ده هيفتح اكتر، حجم ايداعاتهم تزيد من خلال ماكينات الصراف الالي، لان في بعض المعاملات بتتم مش لازم تتم طول اليوم، بتتم مثلا بشكل مسائي والبنك مش فاتح معاك، فبالتالي بالزبط. عندك ماكينات الصراف الالي تقدر تروح تحط وهي فيها. حتى تخفيف عائد على الابطال بتوع القطاع المصرفي. القطاع المصرفي طبعا فعلا اتأخروا وتعبوا قوي الفتره اللي فاتت. كمان احنا كمان الفكره كلها، احنا القطاع المصرفي الفتره اللي فاتت شهد مجموعه من الامور والتغيرات اللي كانت بتؤثر على العاملين بشكل كبير، الى جانب طبعا عمليات التحول الرقمي كانت بتساعد، الا ان انا دلوقتي خلاص انا مش لازم انت حضرتك كعميل تروح تقف وتعد فلوسك قدام الصراف وتاخد الوقت التايم الكبير ده بالزبط. لا انت هتقف مع المكنه وتتعامل معاها وهتقبل الفلوس وهتدخل في حسابك بشكل مباشر، وبالتالي ده هيخليك تقدر برضو ما تتوجهش للبنك اول ذا تايم، عندك مساحه من الوقت بالزبط. طول اليوم تقدر تتعامل مع البنك وتسحب. هو عموما في كل الحالات التعامل الالكتروني او التعامل افضل طبعا، بيخفف بيزود القدره، هيشجع كمان على العملاء ان هم يبتدوا بشكل اخر. خلاص انا هبتدي بقى كده البنك ابتدى يستقبل مني، لا عملاء ثانيه بتجذب عملاء ثانيه، نبتدي نزود في شرائح الشمول المالي، احنا بنتكلم 56%، نبتدي نزود النسبه اكتر، الناس تبتدي تحاول تتوجه للبنوك تفتح حساباتها وتبتدي تعمل الايداعات بعد كده من خلال ماكينات الصراف الالي، هيبقى اسهل بكتير. حلو قوي. انا نفسي اسال السؤال اللي يخص طبعا احنا فاهمين ان اللوجستيات كانت مزعجه، فعشان كده ده مهم. هل في ايجابيات مثلا على الشركات الصغيره، فكره الحد الاقصى والحد الادنى للايداعات ممكن ياثر على الحركه اليوميه للشركات طبعاً دي؟ طبعا، لان الشركات الصغيره والمتوسطه بطبيعتها هي المعاملات بتاعتها مش كبيره، مش كلها بتتم بشكل الكتروني، لان احنا زي ما قلنا الشمول المالي احنا بنتكلم 56% وما وصلناش ل 80 و90%، كنا 33 بقينا 56، فبالتالي في جزء تاني بره المنظومه. فالجزء اللي بره المنظومه دوت بيتعامل بشكل كاش، فمحتاج يبقى فيه سيوله. فانا دلوقتي مع الشركات الصغيره والمتوسطه اللي هي الحاجات الصغيره ديت، هتقدر انها تقدر تتعامل مع البنوك، تقدر تسحب منها
المبلغ اللي هو 150,000 مش هيكون مبلغ قليل خالص، لان احنا تريبل الرقم، احنا كنا 50 بقينا 150، فبالتالي ده هيخليهم يقدروا يتوفر لهم سيوله بشكل كبير وفي وقت مش كبير خالص بالنسبه لهم. طيب عندي سؤال، وده سؤال 90% من الناس. سعر الدولار ممكن يتاثر بقرارات معينه من البنك المركزي المصري او المتوقعه في الفتره اللي جايه؟ تمام. طبعا احنا البنك المركزي المصري خلال الفتره الماضيه كان بيحاول يحافظ على سعر العمله، يعني عدم انخفاض الجنيه المصري امام الدولار. طبعا مع الازمه اللي حصلت وان طبعا انت معوم الجنيه من 2016، فبالتالي انت سايبه للعرض والطلب. احنا دلوقتي كلنا العالم كله في ازمه، واحنا بنوفر اغلب احتياجاتنا بالدولار، واحنا دلوقتي عندنا احتياطي بنتكلم في 33 مليار، بس احنا عندنا ضغوط على استيراد العديد من السلع عشان نوفر الاحتياجات والسلع الاساسيه والاستراتيجيه، فبالتالي ده ممكن يضغط بشكل كبير على الدولار، ممكن يتحرك سعر الدولار برضو وفقا لاليات العرض والطلب نمره واحد، وفقا للاحتياجات اللي احنا بنحتاج نوفرها للمواطن، لان برضو احنا عندنا في دعم كبير مقدم من الدوله في خلال العديد من السلع. عندنا ما زلنا لسه في طبعا شايفين القمح والخبز كل دوت جوه دعم، لسه البترول برضو مش كله محرر سعره، لسه كل ده دعم، فبالتالي انت في ضغوط عندك على الدولار. مع الازمه اللي احنا مش يعني ازمه الحرب الحاليه اللي هي كانت بشكل اساسي اثرت على ازمه امن غذائي تحديدا وزياده في اسعار الطاقه، فبالتالي انا عندي ضغوط، الضغوط دي مع الوقت في الفتره اللي هنقول المتوسطه الاجل وارد جدا انها تاثر على سعر الدولار، ممكن يرتفع بس مش بالنسبه الكبيره زي ما ناس يعني بتقول 30، وانا سمعت ارقام غريبه بقول لهم لا مش هنوصل للرقم ده خالص، و25 بالسرعه لا مش هنوصل بالسرعه دي، وارد ان هو يرتفع بس هيكون بشكل تدريجي حسب الواردات بتاعتي والصادرات في نفس التوقيت. اذا الدوله بتشتغلت على جذب استثمارات، هل وده اللي بيحصل حاليا؟ خطط حاليه، ده سؤالي بقى لحضرتك، هل في خطط حاليه ممكن نقول مثلا نهتم بالسياحه ونعمل خطه ربع سنويه بتاعه الربع الاخير من السنه فنحس احنا بفرق وانتعاشه؟ يعني ايه الحاجات اللي بسرعه تنعكس على سعر الدولار وبالتالي تقلل الضغط ده بسرعه؟ من ضمن الامور اللي بتحصل في الدوله ان هي بتجذب استثمارات مباشره داخل الدوله عشان تبتدي تجيب دولار. عندنا كان في اتفاقات بتحصل مع الصناديق السياديه، عندنا الامارات والسعوديه كان في اتفاقات معاها عشان تيجي تشتغل عندك. عندنا في احد البنوك المصرف المتحد ابتدى يبقى في اتفاق على ان هو يتباع عشان برضه في نفس الوقت يبقى في موارد اخرى تدخل جوه الدوله بالدولار الامريكي عشان نبتدي نوفر ونبتدي نشتغل. بلس موضوع السياحه، موضوع السياحه هو يعني من الامور اللي الدوله بتسعى جاهده خلال الفتره الماضيه ان هي تبتدي تجتذب شرايح من اماكن ثانيه، لان احنا كان عندنا اغلب السياحه اللي بتجيلنا من روسيا وفي برضه من اوكرانيا وفي من دول اخرى، فبالتالي احنا محتاجين يبقى في تسويق اكتر لموضوع السياحه، لان احنا السياحه تحديدا يعني انا شايف ان هي من القطاعات اللي هي لوحدها كده شغاله هتجيب لك موارد بسرعه بسرعه، شغاله بس لو اشتغلت اكتر. بس عايزه نبقى بقى ايه، يبقى في اللي انا شايفه ان احنا محتاجين يبقى في بقى تسويق او توسيع القاعده بتاعه السياح بتاعتي، ابتدي ازود الشرايح، ما بقاش هو السياحه تحديدا بتجي لك من كذا دوله في اوروبا مثلا، لا احنا عايزين نخرج بره شويه نشوف الدول اللي حوالينا اكتر، عندنا في افريقيا نبتدي نكتسب، عندنا الامارات لو شفناها هي نموذج جذب من العديد من الدول. طب ليه احنا عندنا سياحه من كل عندنا سياحه اثار، عندنا سياحه دينيه العديد، فبالتالي احنا لما هنشتغل على الملف ده اكتر في الفتره اللي جايه هنبتدي نكتسب موارد دولاريه اكتر واستثمارات اكتر، وكمان عندنا الاستثمار في القطاع الرياضي، الاستثمارات الرياضيه ابتدت تشتغل والدوله ابتدت تهتم بالملف دوت بشكل كبير، وكان اخرها في احد الشركات او الانديه ابتدت تدخل في البورصه. الى جانب برضو في نقطه يعني مهمه، يعني دي من الحاجات سريعه العائد اللي حضرتك بتقصد سريعه العائد. برضو ملف البورصه ده من الملفات اللي محتاج تنشيط بسرعه وهيجتذب اكتر يعني هنقول موارد دولاريه اكتر، لان طبعا في ضوء ان الدولار دلوقتي بنتكلم في حوالي 19 كان الاول ب 15، فبالتالي المستثمر اللي معاه دولار لما يجي يضخ هيشتري اسهم اكتر، لو قلنا السهم كان بجنيه وانت بتجيب الاول 15 هتجيب دلوقتي 19، ده بيشجع هيشجع المستثمر بشكل اكبر. واحنا حتى يعني مجلس اداره البورصه النهارده تم تغييره النهارده، تم الاعلان عن اعضاء جدد بنبارك لهم كلهم، ويعني وجوههم شريفه وفيهم وجوه نسائيه مهمه جدا، يعني احنا متشرفين بيهم. من ضمن الحاجات انا بحب قوي اقعد مع دكتور احمد شوقي لانه بيبسط الحاجات اللي احنا حاسينها معقده مش فاهمينها. اشكرك. اقول لك بقى حاجه انا طول الوقت مش فاهماها، انه لما نتكلم
بنتكلم عن سحب البنك المركزي لسيوله نقديه من البنوك. يا خبر الحق، دي كارثه. احنا بنقرا انه للمره الثانيه على التوالي البنك المركزي بيسحب 100 مليار من فائض السيوله لدى البنوك العامله. ترجمه الجمله دي ايه؟ ليه الناس بتقول ان دي حاجه خطر وتخوف؟ لا، مش حاجه خطر ولا حاجه. هو الفكره كلها ان طبيعه القطاع المصرفي بيبقى في حاجه اسمها احتياطيات. تمام، انت عندك في فائض سيوله، فبالتالي انت بتاخده مش بتحطه في الاحتياطيات، لان انت بتاخده بتستثمره في جزء اخر. فبالتالي هي الفكره كلها طبيعه عمل البنك ما بيبقاش قايم على القروض وبس، لا ده في جزء. يعني لو بصينا للاصول بتاعه القطاع المصرفي عندنا، هي بنتكلم في حوالي كام؟ 9 تريليون، في 3 تريليون و500 قروض، وزيهم بالظبط استثمارات 3 تريليون 600. فبالتالي احنا المبالغ دي بتتسحب بتبتدي تستثمر في اماكن اخرى، وبالتالي ده هيولد ايرادات اخرى عشان ابتدي ادي المودعين العوائد بتاعتهم بالشكل المطلوب. عشان برضو هو البنك المركزي بطبيعته او شغلته الاساسيه هو بيضمن للمودعين ان هو ايه، ياخدوا العوائد بتاعتهم وبيحافظ لهم على ودايعهم في امان. بالظبط، فهي شكل من اشكال الاستثمار. اكيد ده من ضمن الامور اللي لازم برضو يعني نطمن الناس ونوضح لهم، هو بيسحب الفائض ليه؟ ما هو مش هياخده يحطه في حاجه ثانيه، هو هياخده يشغله، لان انت اصلا دي فلوس مودعين، هو بيحافظ عليهم وبيضمن سلامتها وبيضمن توزيع العوائد ليها. فدي مش حاجه تقلق خالص. لا، مش حاجه تقلق خالص. دكتور احمد، بصفتك خبير اقتصادي، انا بحس كده ان محللين الاقتصاد طول الوقت بيطرحوا حلول اقتصاديه مهمه جدا، جيده جدا. ايه الحاجات اللي تتمنى تقول انه السياسات المصرفيه تتغير فيها، القرارات الاقتصاديه تبقى اكثر مرونه فيها، خصوصا و ملف الاقتصاد من أهم الملفات المطروحة حاليا في الحوار الوطني، فبالتأكيد رأي المتخصصين ممكن يكون فاعل جدا ومهم. أنا في بس هو بوينت مهم قوي يمكن أنا نوهت ليها، إن إحنا ملف الشؤون المالية بنتكلم تقريبا في 56%. إحنا من 2017 كنا بنتكلم 33%، إحنا دلوقتي في 2000 في آخر 2021 56%. النسبة مش قليلة، بس يعني أنا أرى إن ده محتاج إن النسبة تكبر أكتر. 56% ده قليل من وجهة نظري، يعني بنتكلم في نص منهم حق التعامل مع القطاع المصرفي اللي هم فوق 16 سنه. طب ده لما يزيد هيحقق لي حاجات كتير قوي، نوصل لحوالي 70% مثلا. اولا انا قللت بيروقراطيه، يعني نمره واحد. نمره اتنين، انا استجذبت كل الشرايح اللي موجوده تتعامل معايا، قضيت على الاقتصاد الموازي بشكل مباشر كده. خلاص ما بقاش في اقتصاد موازي. نمره ثلاثة، انا كل ما بزود 10% في المدفوعات غير النقديه انا بوفر فرص عمل ما يقلش عن 200 الف فرص عمل بشكل سنوي. فعلا ده طبيعي. ما انا بزود، مش ان انا بقلل الاحتياج. لا، المفهوم غلط. المفهوم غلط. ما انا بشتغل الكتروني، مين اللي بيشغل لي السيستمز ديت؟ مين اللي بيخدم عليها؟ هي اتغيرت طبيعه المهنه. الطبيعه اتغيرت. هي الناس كتير قوي يقول لك لما باجي اتحول لشكل ديجيتال انا بقضي على الوظائف. لا، هي الوظائف لو ما اتطورتش، لو الهيومن ما اتطورش نفسه هو هينتهي. انما انا لما بعمل ابلكيشن كم واحد بيشتغل وراه؟ بتاع الكنترول وبتاع المتابعه وبتاع التنفيذ حاجات وبتاع المينتيننس للعمليه وبتاع الدعم الفني، كل دولت ما هو كل دول شغالين ولا الابلكيشن؟ والابلكيشن هو وسيله بتسهل العمليه، الى جانب طبعا اللي بيدعم الشمول المالي التحول الرقمي. كل ده لما هشتغل عليه الجزئين دولت في القطاع المصرفي انا شايف ان دول محتاجين يزيدوا اكتر. ملف مهم جدا من الملفات الهامه اللي محتاجه يبقى فيها يعني شغل كتير، لان احنا شفنا مثلا احد البنوك المصريه ابتدى يقدم قروض ديجيتال. طب ده الحجم القروض اللي اتقدمت اول ما تنزل الابلكيشن، لا مبلغ كبير تجاوز المليارات. فاحنا بنتكلم دلوقتي كل ما هزود تعاملات بشكل ديجيتال او شكل الكتروني كل ما بتزيد فرص، هتزود فرص عمل، هتقلل من بطاله بشكل مباشر طبعا مع فرص العمل، الى جانب ان انا بزود في الناتج المحلي الاجمالي وبقضي على الاقتصاد الموازي. بالتاكيد. انا بشكرك يا دكتور. اذا يعني فعلا فكره الشمول المالي دي حاجه من القضايا اللي محتاجين نركز فيها ونهتم بيها. مره ثانيه بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور احمد شوقي الخبير الاقتصادي، شرفتنا. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.